في الدوري العام المصري. اتفضل يا سمير. طيب نتائج مباريات الاسبوع 21، انبي والمقاولون العرب وتعادل سلبي ما بين الفريقين، طلائع الجيش وسموحه وتعادل سلبي ايضا ما بين الفريقين. الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي في مباراه رائحه كان بطلها عمار حمدي نجم نادي الاهلي الصغير المعار لنادي الاتحاد السكندري، ويحرز التعادل لنادي الاتحاد السكندري في اللحظات الاخيره امام المصري البورسعيدي. اما الداخليه في مباراه دراماتيكيه هزم من بيراميدز بهدفين مقابل لا شيء، وفي اخر ربع ساعه الحقيقه كان هناك طرد للاعب الداخليه وبيراميدز استطاع ان يفوز بهدفين مقابل لا شيء. اما باقي مباريات الاسبوع 21، بتروجيت ووادي دجله بتقام الان واعتقد هيقولوا لنا نتيجتها. 1-0 بتروجيت حتى هذه اللحظه، بتروجيت متقدم على وادي دجله 1-0. اما مباراه الجونه والانتاج الحربي هتقام ان شاء الله يوم الخميس 7 فبراير، ومصر المقصه والاسماعيلي ايضا يوم الخميس الساعه 5 7 فبراير. الانتاج الحربي والجونه هتبقى الساعه 2:30. اما الاهلي وحرس الحدود ومباراه اخرى يعود بها النادي الاهلي الى الدوري ولكن في اسبوعه ال 21 هتقام يوم 8 فبراير اللي هو يوم الجمعه في تمام الساعه 6. مباراة الزمالك هتبقى أيضا يوم السبت 9 فبراير في تمام الساعة 6. نادي الزمالك سيواجه النجوم في مباراة مهمة جدا أيضا لنادي الزمالك ولنادي النجوم. أما بقى مباراة اليوم، النادي الأهلي سيلاقي نادي إنبي مؤجل من الأسبوع ال 13 زي ما قلت لحضراتكم النهاردة 5 فبراير. تاريخ مباريات النادي الاهلي وانبي في بطوله الدوري، لعب 31 مباراه، النادي الاهلي فاز في 20، تعادل في 7 مباريات، هزم في 4 مباريات، الاهداف له 56 هدف وعليه 32 هدف. اما اول واخر مباراه بين النادي الاهلي وانبي في بطوله الدوري، اولى المباريات كانت يوم 10 يناير 2003 قبل اختراع الفيسبوك بالمناسبه. النتيجه كانت 2-1 لصالح النادي الاهلي، واخر مباراه كانت ما بين الفريقين 11 مارس 2018 وفاز فيها النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء. اول من احرز هدف للنادي الاهلي في مرمى نادي انبي كان نجم النادي الاهلي محمد جوده، واحرز هدف نادي اخر هدف احرزه للنادي الاهلي في مرمى نادي انبي ايمن اشرف نجم النادي الاهلي. اما اول اهداف نادي انبي كان مجدي عبد العاطي في مرمى النادي الاهلي، واخر هدف صلاح محسن لاعب النادي الاهلي الحالي والمنتقل من الموسم الماضي الى النادي الاهلي. اكبر فوز للنادي الاهلي على انبي كان 5-1 مره واحده، ثم 4-1 مره واحده ايضا. اما اكبر فوز لانبي على النادي الاهلي كان 3-0 وكانت لمره واحده فقط. لاعبين احرزوا في مرمى الفريقين، احمد عبد الظاهر سجل هدفين لانبي في مرمى النادي الاهلي، وسجل هدف للاهلي في مرمى انبي احمد في مرمى النادي انبي، واحمد عبد الظاهر نجم النادي الاهلي السابق. هدافه الاهلي وانبي في المباريات محمد ابو تريكه 7 اهداف، بركات 7 اهداف، متعب 5 اهداف، امادو فلافيو 3 اهداف. 7 لاعبين من الاهلي احرز كل منهم هدفين. اما احمد رؤوف 3 اهداف، و7 لاعبين من نادي انبي احرز كل منهم بقيه الاهداف. صلاح محسن لاعب الاهلي الحالي وانبي السابق سجل هدفين في النادي الاهلي وهو يلعب في نادي انبي. طيب قائمه النادي الاهلي لمباراه اليوم، شريف اكرامي ومحمد الشناوي، محمد هاني وايمن اشرف وسعد سمير وعلي معلول ومحمود وحيد وباسم علي. اما خط الوسط السوليه وهشام محمد اللي خرج من القائمه زي ما قلت لحضراتكم في بداية الحديث وبسبب إصابته بنزلة معوية حادة وأصبح خارج ال 18 في هذه المباراة. رمضان صبحي، جيرالدو، أحمد حمودي، ندفد، حسين الشحات، ناصر ماهر، حسام عاشور، جونيور أجايي، صلاح محسن. أما المدير الفني مارتن لاسارتي. هل هيبدأ رمضان صبحي ولا مش هيبدأ؟ ده اللي هنشوفه طبعا وهنتكلم فيه مع نجومنا الكبار. موقف النادي الاهلي وانبي في بطوله الدوري، الاهلي في المركز الثالث من 16 مباراه، له من النقاط 33 نقطه بعد 10 فوز و3 تعادل و3 هزيمه،
له 25 هدف عليه 12 هدف. أما نادي إنبي في المركز ال 14 لعب من 20 مباراة وله من النقاط 21، فاز في 4، تعادل في 9 مباريات، هزم في 7، له 23 مباراة، له 23 هدف عليه 27 هدف. أما هداف النادي الأهلي حتى هذه اللحظة هو مروان محسن 4 أهداف، وهداف نادي إنبي هو محمود قعود بثلاث أهداف. جدول ترتيب فرق الدوري العام قبل مباريات اليوم، قبل النهارده اللي حصل في ترتيب الدوري العام. الزمالك ما زال يتصدر الدوري في المركز الاول بعد 18 مباراه ب 45 نقطه، بيراميدز بعد فوزه امس على الداخليه بهدفين مقابل لا شيء بيصل للنقطه 42 من 21 مباراه ويظل في المركز الثاني. اما النادي الاهلي في المركز الثالث من 16 مباراه وله 33 نقطه، مصر المقاصه في المركز الرابع من 20 مباراه وله 30 نقطه، المقاولون العرب في المركز الخامس من 21 مباراة وله 28 نقطة وطفرة كبيرة مع كابتن عماد النحاس، الإنتاج الحربي في المركز السادس وطفرة كبيرة أيضا مع كابتن مختار في 28 نقطة، النادي المصري وصل للمركز السابع بعد تعادله أمس مع اتحاد السكندري من 20 مباراة ب 26 نقطة، أما طلائع الجيش في المركز الثامن من 21 مباراة ولو 25 نقطة، سموحة في المركز التاسع من 21 مباراة ولو 25 نقطة، حرس الحدود في المركز العاشر من 20 مباراة وله 24 نقطة، الإسماعيلي في المركز ال 11 هو بيحسن مركزه شوية خلال هذه الفترة في من 17 مباراة عنده 23 نقطة، أما الجونة في المركز ال 12 لعب 19 مباراة وله من النقاط 22 نقطة، إنبي في المركز ال 13 من 20 مباراة وله 21 نقطة، الداخلية في المركز ال 14 بعد هزيمته أمس من بيراميدز من 21 مباراة ب 21 نقطة، النجوم في المركز ال 15 من 20 مباراة وله 21 نقطة، أما الاتحاد السكندري بعد تعادله أيضا أمس مع المصري البورسعيدي في المركز ال 16 من 21 مباراة وله 21 نقطة، وادي دجلة في المركز ال 17 ومش عارفين بقى النهاردة المباراة انتهت ولا لسه يا جماعه، مباراه وادي دجله وبتروجيت حتى الان لم تنتهي المباراه وما زال الفوز لصالح بتروجيت بهدف مقابل لا شيء، وادي دجله في المركز ال 17 من 20 مباراه له 20 نقطه، بتروجيت في المركز ال 18 وسيظل الحقيقه حتى لو كسب وادي دجله عنده 15 نقطه من 20 مباراه، لو كسب النهارده هيصل للنقطه 18 ويبقى الوضع كما هو عليه لحين انتهاء بقية المباراة. آخر اليوم إن شاء الله هنقول لحضراتكم الجدول لما يتغير. قائمة الهدافين موسم 2018-2019، محمود علاء المدافع الهداف في المركز الأول ب 12 هدف، نادي الزمالك حسام باولو في المركز الثاني ب 10 أهداف، كهربا في المركز الثالث نجم نادي الزمالك في ب 9 أهداف، أحمد علي كامل مقاولين العرب في المركز الرابع بتسع أهداف، أما شملس بيكلي نجم نادي مصر المقاصة الجديد بتسع أهداف في المركز الخامس، وجون أنطوي بسبع أهداف في المركز السادس نجم نادي مصر المقاصة، أوباما نجم نادي الزمالك في المركز السابع بسبع أهداف، إبراهيم أناضاي لاعب نادي وادي دجلة بسبع أهداف في المركز الثامن، صلاح أمين النجوم سبع أهداف أيضا في المركز التاسع، ماركوس دا سيلفا كينو لاعب نادي بيراميدز في سبع أهداف وفي المركز العاشر. أما طاقم التحكيم لمباراة اليوم النادي الأهلي ضد إنبي مؤجلة من الأسبوع ال13، محمد الصباحي حكما للساحة ويعاونه كل من أحمد توفيق وشريف عبد الله، عمرو رمضان حكما رابعا، وسعيد حمزة وحسام الجلاد حكما خامسا. كابتن موقف النادي الاهلي وانبي مع الكابتن محمد الصباحي، كابتن محمد الصباحي حكما دوليا منذ 2013، ادار هذا الموسم 10 مباريات في الدوري الممتاز، ادار 9 35 بطاقه صفراء وثلاث بطاقات حمراء واثنين ضربات جزاء. طيب ده كان